تجيب منها خلي بالك من المعلومه دي عشان هتحل بيها كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم طلبه صف ثاني ثانوي. ازيكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده مكملين حل تمارين التحويلات الهندسيه اللي هي تمارين 5 يعني. وقفنا عند السؤال 32، بيقول مدى دالة س بتساوي سالب مطلق س تكعيب؟ قلنا له يا أستاذ المدى بيجي من محور الصادات، وإحداث الرأس بتاعي كان 0 و0 أو إحداث التماسك، والمسألة دي معكوسة. المدى بيجي من على الصاد، ما هو حاه يا أستاذ، لأنه أنا واخد كل قيم صاد. السؤال 33، مدى الدالة دالة س بتساوي س مقياس س؟ قلنا له يا أستاذ لازم نعيد التعريف. لما تعيد التعريف هتبقى دالة س بتساوي س تربيع وسالب س تربيع. لما س تكون أكتر من الصفر أو تساوي، والس أقل من الصفر. تعالى يا باشمهندس نرسم الكلام ده. لو عملنا مثلا الشبكة دي، رسمة يا شباب الدالة التربيعية. حضرتك لقيته بيقول لك إيه؟ بيقول لك خد اللي أكتر من أو يساوي الصفر. يعني يا أستاذ معنى كده إن أنا همسح الاتجاهات السالب، أنا هاخد اللي أكتر من الصفر بس. الرسمة التانية سالب س تربيع، سالب س تربيع، فهتكون واخدة الشكل ده كده لأن إحداث الرأس 0 و0. فلقيناه بيقول خد اللي أقل من الصفر، يعني اللي يمة الموجب في الدالة اللي رسمناها الأخيرة هنشيله. دي بقت الرسمة بتاعتي. الرسمة بتاعتي بقت عاملة زي رسمة دالة تكعيبية. هو بيسألني المدى، قلت له المدى هيكون ح. السؤال 34، مدى الدالة دالة س بتساوي مقياس س على س؟ قلت له سهلة يا أستاذ، وليكن مثلا إن دي دالة س، المقياس بنعيد التعريف هتبقى س على س وسالب س على س. س على س لما س دي أكبر من الصفر، وهنا س أقل من الصفر، ليه ما حطناش أو يساوي؟ لأن هي كسر، ما ينفعش نحطها في المقام. اللي هي طلعت 1 وسالب 1. لما س أكتر من الصفر وس أقل من الصفر. طب ما تيجي نرسم. الدالة الأولى دي بواحد بس أكتر من الصفر، جينا عند الواحد في الصادات وخدنا الأكتر من الصفر. طبعا يا باشمهندس لازم نعمله هنا مفتوح. تمام. والتانية عند السالب واحد وأقل من الصفر، أدى السالب واحد، يبقى هنا 1 وهنا سالب 1. يبقى أصبح إيه؟ أصبح يا أستاذ إن المدى بتاعي بيساوي المجموعة 1 وسالب 1، اللي هو الاختيار ده. السؤال 35، مدى الدالة دالة س بتساوي سالب 1 على س ومقياس س 1 على س، وكل واحدة لها شروط. جينا يا أستاذ نرسم الأولى. الأولى دي دالة كسرية بس معكوسة، طلعنا إحداث التماثل اللي هو 0 و0. معكوسة يعني جاية كده، فلقيته بيقول خد اللي أقل من السالب واحد. جينا عند السالب واحد وعوضنا سالب على السالب، فهالموجب عوضنا هنا كده، عوضنا يا شباب بالسالب واحد ده، سالب على السالب فهالموجب. هنمسح يا شباب، نيجي لحد الواحد ويكون مفتوح هنا كده، مفتوحة عند الواحد، واللي التانية دي هتتشال طبعا لأن أنا باخد اللي أقل من السالب واحد. اللي بعدها كانت مقياس س، لما س ما بين سالب 1 و1، قلت له مقياس س ده دي بتترسم بخطوط. الخط الأولاني بيجي كده، نقطة الرأس بتاعتها طبعا 0 و0، خط كده وخط زيه كده. فلقيته بيقول خد السالب 1 وخد الواحد وده أخرك. قلت له طب لو عوضنا هنا بواحد هتطلع بواحد، فالمنحنى ده هبص الاقي قصر كده جه لحد الواحد بس، وده جه لحد الواحد بس. بس انا هاخد الواحد ولا مش هاخده؟ السالب واحد، هاخد السالب واحد. ليه؟ لانه كان مقفول هنا. بعد كده كان في دالة كسرية، جبنا احداث الرأس بتاعها اللي هو 0 و0، رسمة في الربع الاول، فلقيته بيقول خد اكتر من الواحد، فدي تاخد اكتر من الواحد، طلعت كده. بقت دي الرسمة بتاعتي يا باشمهندسين، عاملة زي الام كده بس متكسحة شوية.
فبيسألني بيقول لي المدى ايه؟ قلت له المدى يا استاذ انا اعلى قيمة وصلت لها في الصادات كانت الواحد، واقل قيمة كانت الصفر. خدت الصفر؟ ايوه انا خدت الصفر. يبقى من صفر مقفول للواحد. ليه يا استاذنا المرحلة ماشية جنب الصفر وما خدوش؟ لا هنا خدوا. شفت الرأس دي؟ الرأس دي خدته. مدى الدالة دال، دالة س بتساوي س ناقص واحد وهنا تلاتة، لما س أقل من الواحد، تعال نعوض بأرقام أقل من الواحد، ينفع؟ طب ينفع أعوض بالواحد؟ بس أعمله مفتوح. واحد ناقص واحد صفر، يعني لما جينا عوضنا عند الواحد طلعت مفتوحة كده. طيب، عوض مثلا بالصفر، ما أنت عايز أرقام أقل من الواحد، صفر ناقص واحد بسالب واحد، هنا كده. طيب تقدر توصل للمستقيم؟ أقدر أوصل. طب التانية دي دالة ثابتة عند التلاتة، لما تكون أكتر من الواحد عند التلاتة، التلاتة أهي هنا كده، دي دالة ثابتة أكتر منها يعني مفتوحة وماشي كده بيوازي محور السينات. بيقول الرسمة دي مداها إيه؟ قلت له المدى بتاعها، شوف محور الصادات واخده كله لحد هنا وبعد كده خدت التلاتة بس، يبقى من سالب ما لا نهاية لحد الصفر. طب الصفر أنت خدته ولا لأ؟ لأ كان مفتوح. اتحاد وخد كمان المجموعة تلاتة. الاختيار ده موجود؟ ايوه اللي هو ج. السؤال 37، منحنى الدالة دال حيث دالة س بواحد على س ناقص تلاتة زائد اربعة لا يقطع الخط، ما بيقطعش ايه؟ قلت له تعالى نرسم الشبكة، تعالى يا باشمهندس نطلع احداث الراس، احداث الراس بتلاتة واربعة، كنا بنعمل شبكة وهمية عليه وكنا بنرسم الدالة هنا كده لأنها مش معكوسة، عمره ما هيقطع لا ص بتساوي 4 ولا س بتساوي 3. شفت؟ ما هو معادلة الخط ده ص بتساوي 4 ومعادلة الخط ده س بتساوي 3، هو لا قطع ده ولا قطع ده. طب أنهي واحد منهم اللي موجود؟ س بتساوي 3 اللي هو الاختيار بقى. إذا كان المنحنى ص بتساوي دالة س يمثل دالة حقيقية، فإن صورته بإزاحة قدرها 3 وحدات رأسيا لأعلى. هو المنحنى ر س يساوي، أنت قلت إزاحة رأسية يا أستاذ؟ أيوه، يعني اللي جوه الدالة اللي اتغير ولا اللي بره اللي اتغير؟ لا اللي بره تاني، مش إحنا كان بيبقى معانا قوس كده في المنحنى معرفش دالة اسمها إيه؟ هنا كنا بنقول س ناقص عدد وهنا زائد عدد، فين الرأسي يا شباب؟ مش ده كده الرأسي؟ يبقى الدالة زي ما هي بس العدد اللي بره زودنا 3. الاختيار ده فين؟ الاختيار ده جيم. السؤال 39، إذا كان المنحنى ص بتساوي دالة س يمثل دالة حقيقية، فإن صورته بإزاحة قدرها 5 وحدات رأسيا لأسفل. رأسيا لأسفل يعني نفس المسألة يا أستاذ بس بالسالب، نزلت تحت للصادات السالب. منحنى الدالة ر س بتساوي س تربيع زائد 4 هو نفسه منحنى دالة س بتساوي س تربيع بإزاحة قدرها 4 وحدات في اتجاه ده. يا أستاذ بص، هنا كانت س زائد صفر أس 2، مفيش عدد يعني، زائد 4، دي الأفقية ودي الرأسية. طب الرأسية موجب ولا سالب؟ موجب، يبقى واو صاد الموجب. السؤال 41، منحنى الدالة ر حيث ر س بتساوي مقياس س ناقص 2 هو نفسه منحنى الدالة دال حيث دالة س بتساوي مقياس س بإزاحة قدرها. يا أستاذ مقياس س ده اتنقل للصادات وحدتين السالبة، للصادات السالبة. إذا كانت الدالة دال دالة حقيقية مجالها من سالب 3 ل 4، يعني يا شباب كان معانا دالة من أول السالب 3 لحد ال 4 كان في رسمة ما وليكن إنها كانت كده مثلا، دي بدايتها ودي نهايتها. فالراجل بيقول طب لو انا خليتها دالة س زائد 2، قلت له دالة س زائد 2 كل اللي انت عملته انك مسكت ده يا استاذ وحركته لفوق كده وحدتين بس، انما ما مشيتوش سينات، انت مسكته وقلت مطلعه لنا لفوق كده بس، خلاص يبقى المجال هيفضل زي ما هو، يبقى الاختيار هيكون الاختيار الف نفس المجال. منحنى الدالة ر ر س بواحد على مقياس س زائد 2 هو نفسه بإزاحة وحدتين في اتجاه، يا أستاذ المقياس ما حطيتش حاجة معاه جوه بس أنا مشيته صلاة.
يبقى واو صاد الموجب اللي هو الاختيار ج. السؤال 44، منحنى الدالة دالة س بتساوي مقياس س ناقص 3، هو نفسه منحنى الدالة دي بإزاحة مقدارها 3 وحدات؟ آه، ده لو طلعت الرأس يا أستاذ هتبقى 3 وصفر، يعني هنمشي على محور السينات الموجب 3 اللي هو الاختيار أ. طب هنا دي سالب 3 وصفر، يعني هنمشي على محور السينات السالب 3 وحدات. إذا كانت ص بتساوي دالة س دالة حقيقية فإن صورتها بإزاحة قدرها 4 وحدات جهة اليسار، جهة اليسار يعني ماشية كده يمة السوالب، تمام، يعني النقطة بتاعتي كانت سالب 4 وصفر، يعني هتبقى دالة س زائد 4. ليه؟ لو حبينا نطلع النقطة بنغير الإشارة اللي هو الاختيار بقى. السؤال 47، إذا كانت دالة دالة حقيقية مجالها من سالب 2 ل 3 فإن مجال دالة س ناقص 2 هو إيه؟ قلت له يا أستاذ حضرتك أنا كان معايا دالة ماء مجالها من سالب 2 لحد التلاتة، من سالب 2 كده لحد التلاتة، تمام يا أستاذ؟ أنت قلت لي خليه س ناقص 2، قلت له لما بطلع النقطة بتبقى موجب 2، يعني أنا همشيه وحدتين كده، لما وشيه وحدتين كده مش جه عند الصفر وبقى هنا 5، لأنه مشي وحدتين يبقى من صفر لخمسة اللي هو الاختيار ج. بفرض أن دالة س بتساوي سالب س تربيع، ينتقل 3 وحدات لليمين ووحدتين لأسفل، وكان المنحنى الناتج ر س، فإن ر 4 تساوي كام؟ قلت له يا أستاذ بص حضرتك، أنا كان معايا دي دالة تربيعية بس مقلوبة كده، حضرتك بتقول مشي 3 وحدات لليمين، أدي وحدة 2 3، ووحدتين للأسفل، أدي وحدة 2. تعال كده يا باشمهندس نبدأ، وليكن إن هو ده المنحنى، مشيناه أدي وحدة 2 3، كده التلات وحدات جهة اليمين، طب نزله وحدتين، أدي وحدة أدي 2، تمام، ده بقى إحداث الرأس، إحداث الرأس كام؟ هنا 3 وحدات، وهنا سالب 2، هو بيقول الراجل عايزين ر 4، تعال بقى نكون لك الدالة ر، النقطة بتاعة الرأس بقت 3 وسالب 2، بقت ر س معكوسة، وهنا س ناقص 3 ناقص 2، يبقى هنا سالب، لما نحط مكان السين 4 لأنه عاوز ر 4، 4 ناقص 3 1 أس 2 بواحد في سالب بسالب ناقص 2، يبقى القيمة كلها طلعت بسالب 3 اللي هو الاختيار أ. آخر سؤال معانا سؤال 49، بيقول نفرض أن دالة س هي منحنى دالة تكعبية، ينتقل 4 وحدات لليسار ووحدتين لأعلى، قلت له يا أستاذ الدالة التكعبية دي رسمتها؟ الدالة معكوسة، خلي بال الناس عشان نسينا نعكسها، هنا س زائد 4 أس 3 زائد 2، تعال نعوض بالسالب 2، يبقى سالب، سالب 2 زائد 4 ب 2 أس 3 ب 8، يبقى سالب 8 زائد 2 بتساوي سالب 6 اللي هو الاختيار د. أتمنى لك يا باشمهندس التوفيق، وأتمنى أن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.